الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى. شفاعة حق رب العالمين. لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. رب العالمين بيشتري دستك هسيجنيه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بيخمري ما عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة. روز أخيرتي. يسجد. يسجد بك. ويستأذن يطلب الإذن من الله سبحانه وتعالى. يأذن إج رب العالمين بغزه. لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة. خو سري خو نكر شفاعتي بك حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى حتى رب العالمين لرئيسنا لله فلا يمكن أن نطلب الشفاعة من أحد إلا من الله سواجي أن نكر شفاعتي رب العالمين تشتربه تكهزي بغاز لا من النبي صلى الله عليه وسلم نبا في خمري مع عليه الصلاة والسلام وغير من باب أولى في خمر ما بيشترجي الرياية كده كل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر كيجان إنسان شفاعة إج رب العالمين بيشتربوتو كاسي بغازة أو شيل كمازنة